كيف حسيتك هيك قاعد وفارد و... يعني أنا عشان يعني عشان أقول إني أنا في يوم من الأيام كنت مسؤول، فحبيت أختار كرسي المسؤول. طب لو أنت كنت حقيقة بمنصب أو بمكان إداري بشركة، شو بتتخيل المنصب اللي أنت تكون فيه، وشو بتتخيل القرارات اللي أنت بتقدمها بهذا المنصب؟ يعني أنا غير سي إي أو لن أقبل. أو طموحك كبير كبير. طبعاً. طب وزارة؟ وزارة يعني أكون وزير، بس يعني عشان حرام يعني. وزارة شو؟ وزير شو؟ يعني إذا أنا بدي أستلم وزارة إيش؟ أنا يعني من النوع اللي بحب أستلم وزارة التخطيط. تخطيط؟ نعم. إيش بتقدم فيها؟ إيش القرارات اللي أنت بتعطيها بهذا المنصب؟ شوفت التخطيط يعني إيش مهم، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. بعطي قرارات، أول قرار راح أعطيه إنه وقف المساعدات. وقف المساعدات؟ نعم. لأنها ما يعني ما بتكون للمساعدات؟ لا، هلا لأنه أنا بدي أوقف المساعدات وأبرمجها بطريقة ثانية، ما أبرمجهاش لجيبتي يعني. أوكي، معناته ما راح تصير وزير تخطيط يمكن؟ يعني هي أنا نوع تخطيط نوع ثاني، بس يعني صراحة حلو، يعني يا ريت تزبط وتصير وما تنحط بال. لا توكل على الله، تعرف. طيب. إلا في طرطوش يعني. طيب هلا إشي تاني، لو أنت كنت بوزارة السياحة لنفرض، إيش أنت بتقدم كسياحة أو بتنشط السياحة؟ شو القرارات اللي بتعملها للبلد نفسها؟ إذا أنا بدي أنشط السياحة، أول قرار بعمله يعني ما بديش يعني يكون مش بأخذ علي، إحنا أنا حاب الكرسي. أول إشي بفتح لجميع الدول، ما بظل أنا حكر على دولة معينة. ممنوع دول، ممنوع كذا، لا خلي الكل يجي عندي، أهلا وسهلا فيهم. إحنا بلد يعني الحمد لله رب العالمين إن فعلا يعني مش إنه فعلنا أمن وأمان فايض عن الحاجة، إذا حدا بده بنعطيه يعني. صح. عرفت علي؟ هاي نعمة. فعشان هيك أنا حضبط كل الأمور، في جنسيات مقيدة، لا بكسر هذا الحاجز وبروح للكل. عرفت علي؟ وبفتح يعني هلا مشكلة إنه أهل البلد، إحنا عندنا مشكلتنا كأردنيين بحكي لك السياحة الداخلية السياحة الداخلية السياحة الداخلية، هم مش عم بطلعوا سياحة داخلية، أنا حاسهم بطلعوا سياحة خارجية أكثر من داخلية. شو المشكلة؟ صح. المسؤولين اللي على الكراسي الموجودين في هذه المواقع مش عم بنشطوا في إنه لا تعال الأردني زيرو، بس أنا بشجع وين؟ بخلي بفرض على الفنادق، بفرض على الفنادق إنه كفنادق إنه تعالوا يا جماعة الخير. صح. اعملوا أسعار يعني اعملوا تخفيضات عنيفة تسهل لأنه وبتشارك أنا وكل الدوائر في الدولة، دوائر الضريبة نخفف عليهم الضريبة. صح. يعني نخفف عليهم الرسوم، نحاول نعفيهم من بعض الأشياء اللي ممكن تفيدهم وتطور السياحة. صح 100% أنا معك.